أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أرحم المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم الله، مكملين مع حضراتكم تاني خاطرة من خواطر العشر الأول من ذي الحجة. خير أيام الكون، خير أيام الأرض، وأحب الأيام لربنا سبحانه وتعالى. إحنا بنعمل إيه دلوقتي؟ إحنا في مجلس علم، وسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا نادى المنادي من السماء أن قوموا مغفورا لكم وقد بدلت سيئاتكم حسنات. وقال صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة، ملأت حياتهم وملأت أماكنهم اللي بيتدبروا فيها القرآن مع بعض، حفتهم الملائكة غشيتهم الرحمة، نزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. بنعمل ده في العشر الأوائل من ذي الحجة، يعني بنعمل العمل الصالح ده فأحب الأيام وأحب الأوقات إلى الله. يا رب الأجر مضاعف، لكن جنب الأجر يا رب المعاني في القلب مضاعفة، ورضاك أقرب لنا يا رب في الأيام الجميلة دي. النهاردة أنا عايز أوصيك ووصي نفسي بوصايا قرآنية ربنا ذكرها ترفع الشقاء عن الإنسان. الشقاء يعني إيه؟ إن الإنسان يشيل حمل في قلبه وعقله أتقل من قدرة تحمله. الشقاء مش من صفات عيشة الجنة، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وألا تظمأ فيها ولا تضحى. مفيش وجع في الجنة، لا تشوف عري ولا تشوف حر ولا تشوف برد ولا تشوف حاجة تزعجك. سواء الحقيقة القضية ما بتبقاش في الأحداث، الحر والبرد والفقر والغنى، القضية بتبقى في تأويل الإنسان وتفسيره للأحداث وقدرته على التعايش مع النعمة، لأن في ناس كتير عايشة في النعمة لكنها في شقاء، وقدرته على التعامل مع التحديات والأزمات اللي بيمر بيها، وفي ناس كتير عايشة في أزمات وتحديات وعايشين في النعيم، في سكينة الرضا. فالقضية هنا قضية أنا دماغي عاملة إزاي وقلبي عامل إزاي في استقبال الأحداث. لا شك إن الإنسان عنده أوجاع وعنده أحزان وعنده أشياء بتشغل باله وعنده مخاوف، لكن في البعض بيبقى متضايق، لكنه في نعيم، بس متضايق بس في نعيم، وسطه مش مقطوم، الحياة ما هزمتوش، هو في الخارج في نعيم حتى لو باله مشغول وقلبه وجعه، بس هو مطمئن. ولما يروح عند ربنا ملك الموت هيقول له: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك. هو مطمئن. وفي مننا اللي مدي الأمور حجم مخليها في شقاء، سواء الأمور فيها أزمات حقيقية أو ما فيهاش أزمات بس هو في شقاء. هقول لك إيه النهاردة الثلاث وصايا القرآنية الربانية خواتيم سورة طه. سورة طه بتبدأ: يا سيدنا محمد، أو يا محمد، إحنا نزلنا عليك هذا القرآن وهذا الدين حتى لا تشقى. واتختمت بثلاث وصايا لرفع الشقاء: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. ده أول آية في سورة طه. تعال معايا لصفحة 321 في القرآن. ربك بعد كلام كتير عن الأمم السابقة وسيدنا موسى وفرعون وبعدين سيدنا آدم، ثم قال تعالى، واسمع بقلبك بقى: قال فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ثلاث وصايا: سبح، أذكر، لا تقارن، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر على الموضوع ده. أول وصية، بصوا يا جماعة، والله العظيم اللي ما هيمشي ورا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ما هيوصل لأي حاجة،
والله اللي ما هيمشي ورا كلام ربنا لا يتوه في الدنيا دي. وكما صدق رب العالمين قبلها بصفحة ربنا بيقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أدي الهدى. وشوف تناسق آيات القرآن، بعدها على طول بخمس ست آيات وصايا ترفع عنك الشقاء فلا يضل ولا يشقى. الذكر يا جماعة، الذكر يا مسلمين، الذكر لما تسمع، والله العظيم أنا عارف أن أنت عارف، بس من فضلك انتقل من العلم للعمل، انتقل من المعرفة للتحقق، تبقى دي حقيقة حياتك. ربك يقول ألا انتبه، ألا انتبه، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بس ألا قبلها آية بيتكلم في إيه الموضوع، في نفس الموضوع، قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. يعني إيه تطمئن؟ بص السفينة ماشية عاملة كده، طب هو البحر عامل إيه؟ عواصف وتسونامي وأمواج، والسفينة عاملة كده ماشية بسكينة كأنها ماشية في زيت، كالزيت كده. أيوة بس الدنيا بتتقلب وهي عاملة كده. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. السفينة ماشية مش ما ركنتش على جنب لغاية ما العاصفة تخلص، لا أنا ماشية مكملة في سكتي، ولكن أخترق الأمواج العاتية بسكينة. ده اللي بيعمله الإنسان الذاكر لله، بيواجه تحدياته وبيستمتع بنعمه. مفيش فرن، مفيش خناقة جوه بسبب استيلاء الذكر. فاصبر على ما يقولون. وهو إيه اللي كان بيعصف بالصحابة وحياة النبي وقتها؟ كلام ما يلقش، شاعر مجنون كاذب كلام. طب نرد نقول لكم إيه طيب؟ لو أنتوا شايفين النبي كلام نقول لكم إيه طيب؟ طب نحاربكم؟ لا مفيش حرب دلوقتي، ده في العهد المكي ربنا قال وجاهدهم به، يعني بالقرآن جهادا كبيرا. أيوة نعمل إيه؟ أصبر أصبر، أنت لسه بتطبطب عليهم وتدعوهم، وهتفضل تطبطب عليهم لغاية ما تنتقل للرفيق الأعلى. طب أعمل إيه في تأثير الكلام إحنا بقى؟ أعمل إيه في تأثير الكلام إحنا اللي يؤذي البدن ويسمم البدن ويوجع القلب ده؟ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، أذكار الصباح وأذكار المساء، ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أورادك الصبح وبالليل، لا إله إلا الله والصلاة على النبي والاستغفار مع أذكار الصباح والمساء، ووردك القرآني إلا الله أعلم هو قد إيه، بس لو سمحت على الأقل عينك وقلبك يشوفوا صفحتين يوميا في القرآن. وردتكم بتختم كل شهر، ما قدرتش التلات أربع خمس دقائق بتوع الصفحتين دول ما تحرمش نفسك منه. إيه الوصية التانية يا رب؟ قال ولا تمدن عينيك، بص في ورقتك، كل في طبقك، النعم اللي في ايد فلان دي مناسبة لي دلوقتي، والنعم اللي عندك مناسبة ليك. دخلت انت علشان سوبر ماركت ولا محل وبتقول له من فضلك عايز الجهاز اللي هناك ده، كان عنده جهاز جوه احسن خبى عليك واداك ده، خد اتفضل، فانت تقول عليه غشاش لانه ما اداكش الاحسن اللي عنده. فممكن يبقى عنده حاجة أرخص وأنسب لاحتياجاتك، ممكن يبقى عنده حاجة أغلى وأنفع لاحتياجاتك. هو اللي يعلم، صاحب المحل الخبير، ولله المثل الأعلى، صاحب الكون رب العالمين بقى هيديك النعم النفسية، المشاعر. دلوقتي أنت حاسس بإيه؟ عندك قصة حب ولا ما عندكش؟ عندك سكينة وجبر خاطر ولا ما عندكش؟ عندك رغد للعيش ولا ما عندكش؟ عندك عربية وبيت وكل الحاجات اللي احنا بنحلم بيها ولا ما عندكش؟ دي حاجته، توزيعته، قسمته. ارضى بما قسم الناس، ارضى بما قسم الله، تكن أغنى الناس. فكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقولك ايه؟ ولا تمدن عينيك، ما تبصش كده، ما تمدش عينيك هناك كده، خليك هنا في حاجتك عشان تشوفها حلو. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا. الزهور عمرها قليل، فالدنيا دي كلها بتخلص. زهرة الحياة الدنيا لنختبرهم، كل واحد عنده اختباره. الأسئلة اللي في ورقتي غير الأسئلة اللي في ورقتك، عشان ده كل واحد أنسب لي الأسئلة دي. لو أنت خدت الأسئلة اللي في ورقتي هتسقط، ولو أنا خدت الأسئلة اللي في ورقتك هسقط وهشقى في الدنيا والآخرة. فربنا اللي بيوزع، الاسمة اسمة ربنا، والنصيب نصيب ربنا اللي بيوزعه علينا. قال تعالى زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك، اختيار ربك، خير وأبقى. واعمل اللي عليك مع أهل بيتك، عشان تبص في المراية كده تحس إن ليك قيمة، اعمل كده. قال وأمر أهلك بالصلاة، واللي بيأمر أهله بالصلاة أكيد بيصلي هو الأول. وكلمة أمر يعني تذكرة، مش يعني قوموا صلوا، تعبتونا معاكم قوموا صلوا بدل ما أنتم مرميين في السراير كده، لا
لو خد الآيات كلها على بعض، لما ربنا قال أدعو، قال أدعو إلى سبيل ربك بالحكم والموعظة الحسنة. فهنا بيقول له وأمر أهلك بطريقة تتسق مع أدب النبي عليه الصلاة والسلام والأداب القرآنية. فكرهم حتى لو طلعت في صورة أمر، سوى أمر على سبيل التحبيب وأمر على سبيل العرض والتذكير، مش أمر على سبيل قوم بطريقة تخلينا بنتخانق ليل نهار في بيوتنا على العبادة. لا، إحنا بنذكر بعض، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، وذكر فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. أنت مش هتشيل ذنب حد حتى اللي أنت مسؤول عنهم ما دمت قمت بالتذكير. قال وأمر أهلك بالصلاة واحدة واحدة، كل واحد عنده قدر إيماني بيقومه للعبادة. فأنت سبقت في الحتة دي، ربنا يكرمك. هو سبقك في حاجة تانية، ربنا يكرمه، هو سبقك وانت سبقه في حتة. فلو هو لسه أو هي لسه مش بتقوم زيك للصلاة، أصبر أصبر وبلاش بلاش بيسموه تعنت، بلاش يبقى ده سبب للشقاق في البيوت. افرد سجادة الصلاة وصلي لما الأذان يقدم هم يشوفوك، وقول لهم يلا يا ولاد الأذان قدم، يلا يا ولاد ما تزعلوش ربنا، ده احنا ربنا مدلعنا وكرمنا في كل حاجة، ما نستاهلش نعمل كده، احنا ربنا كرمنا كده لغاية ما يوم ورا يوم. وازعل ازعل لو ما صلوش، وقول لهم يعني احنا ما بصراحة اللي بتعملوه ده يعني ما يليقش بينا، واحنا ربنا كرمنا الكرم ده كله. فبيقول له وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، اعمل اللي عليك وكون سبب في رزق اللي حواليك، وكون سبب في إكرام اللي حواليك، لكن الأولوية أمرهم بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. دايما الكونسيكوانسز، دايما الخير جاي مع كل واحد بيدعي ربنا. واحد اصبر وسبح، عشان تعرف تصبر محتاج تذكر ربنا. اتنين اترك المقارنة وارضى بما قسم الله مع اجتهادك في بحثك عن رزقك. تلاتة قم بدورك في توصيل خير ربنا ودين ربنا وعبادة ربنا لأهل بيتك وحبايبك بهدوء ومحبة، ودايما اللي جاي حلو، دايما اللي جاي حلو. دي كانت ثلاث وصايا قرآنية في خواتيم سورة طه ترفع عنا الشقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. اللهم بلغنا يوم عرفة وأنت راض عنه. اللهم من أذنت له بالحج هذا العام فيسره عليه وعليها وتقبل منهم يا رب العالمين. ومن لم يحج فاكتب له أجر الحج ببركة نيته يا رب. وأعنا على حسن عبادتك في هذه الأيام، وحسن العمل في هذه الأيام، وحسن الكسب من حلال في هذه الأيام، وحسن إكرامنا لبعضنا في هذه الأيام، وحسن حفظنا لبعضنا من شرنا يا رب في هذه الأيام. اللهم احفظ الناس من شرنا يا رب في هذه الأيام وسائر أعمارنا. أعنا على صيام يوم عرفات، ومن لم يستطع صيام يوم عرفات لعذر فأكرمه بثواب هذا اليوم من عندك وهبا منك يا ربي بلا سبب يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى العالمين، وارحم موتانا أجمعين، وانصر أهل فلسطين، انصر أهل فلسطين، ردهم سالمين قبل العيد يا رب إلى ديارهم، واحقن دماءهم يا ربي ودماء العالمين يا الله. بسر قولك كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا، والحمد لله. شكرا.